خلينا نسأل سلمى، يعني نفسك في ايه؟ يعني ايه اللي نفسك فيه قوي؟ انا عايز اقول لك بس مزهقش مني. طيب انا مش هيزعل. لا لا ازعل ايه؟ ده انت تقولي اللي انت عايزاه، ده انت تقولي اللي انت عايزاه. نفسك في ايه؟ قولي. انا نفسي، احب بابايا. تحب بابا؟ تحب بابا طبعا. بابا شوفني دلوقتي، ربنا يخليه لك. نفسنا عشان الناس يفرحوا بنته حبيبته، عشان هو فرحان بيها. يعني نفسك انت في ايه بقى؟ عايزه تعملي ايه؟ انا نفسي ان اجيب صاحبتها. انا عايشه شفتها، يعني صاحبتها نادين اللي في المنتخب، خدت ثالث عالم، بس هي مش بتلعب في الاهلي. مش معايا احد اصلا، احنا بس. هنستضيفها معاكي في يوم. عايزاها تجيبها معاكي صاحبتك ان شاء الله يوم تاني. يوم تاني نجيبها معاكي ان شاء الله. انا نفسي اطلع فنانه. عايزه تبقي فنانه؟ تمثلي ولا تغني ولا ايه؟ لا انا فنانه، لا الوان ترسمي. انا ده اقول لحضرتك قصه ثانيه جامده قوي. لا احكي لك قصه يا كابتن. حاضر احكي لك قصه. طبعا ونفسنا نقابل الرئيس طبعا. يا سلمى انت ناسيه؟ مش عايز. لا دي قلناها خلاص في الحلقه ان شاء الله. اكيد سياده الرئيس عمره ما هيتاخر ابدا. سلمى ما شاء الله عندها موهبه الرسم والتلوين مش طبيعيه. ده حقيقي حلو جدا. والالوان، لا هي عندها تنسيق في الالوان. يعني انا يعني خريج فنون جميل، انا ما اعرفش اعمل اللي هي بتعمله. فعلا فوجئت انت بقى. لا ما شاء الله. فاحنا في جزء في المنتخب بنقعد نعمل، والله بتقعدوا ترسموا، بنقعد نرسم شويه، نقعد نعمل حاجات خارج التدريب في الوقت الفاضي بتاعنا يعني. فبتجيب السكتش بتاعها والالوان، وبعد ما تخلص يعني انا نفسي اصور الكلام ده، لان ده لوحده قصه ثانيه. نفسي تبعت لنا الفيديوهات ونعرضها. حاضر. ان شاء الله الحلقه الجايه سلمى هتيجي معانا صاحبتها ان شاء الله. عشان ان شاء الله ان شاء الله. اسمها ايه صاحبتك؟ اسمها دي ان شاء الله. نادين. هنجيبها. وعلى فكره برضو بابا احنا بنحبه زي ما انت بتحبيه. اكيد طبعا، مش غيره. وانا احبه احلى اب عندي. يا ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. انا عندي اختي برضو. عايزه ايه؟ انا عندي اختي. اختك كمان اسمها فريده. اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا اصغر. اصغر؟ ماشي. ومين تاني؟ ومعايا مامتي. احلى امي. احلى امي. دوني اي بقوه. تعبت معاها بصراحه. ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك. وخلينا اقول برضو دي رساله طبعا. كل اي اب وام عنده طفل ذوي همم بيهتم بيه ما شاء الله. يعني سلمى سباحه، كاراتيه، بينج بونج، عندها هدف بترسم. لا وفي الجامعه كمان ما شاء الله. انت في الجامعه؟ جامعه ايه يا سلمى؟ جامعه ايه؟ فنون. فنون. في اكاديميه الفنون. فنون. وبتروح الجامعه سنه كام؟ وبتروح الجامعه الكنديه باين؟ بتروح الجامعه الكنديه؟ لا. ولا بتروح فين؟ طب فنون بس اللي هي اكاديميه الفنون. يعني اكاديميه الفنون. بتتبسط في الجامعه؟ ايوه. اعمل حاجه شيوخ كده اعملها. هو ده يعملها وكل حاجات كده عملتها يعني. بس صحيح.